مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدين ومتابعي برنامج حكاية ولاد البلد قناة الصحة والجمال. أسعد الله مساءكم بكل الخير. النهاردة حلقتنا مختلفة، حلقة فيها الخير، حلقة فيها حب الوطن، حلقة فيها بنقول إحنا ولاد مصر، إحنا ولاد البلد، إحنا سندك يا بلدنا، إيدينا في إيديكو، هنعدي وهننجح وهنتخطى الصعاب وهنعيش بالأمل، وهتفضل مصر أم الدنيا. في بداية الحلقة طبعا أحب أن أنا أوجه رسالة شكر وتقدير لكتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان، وعايزين نقول أستاذة عنايات السنان لا بتهدأ ولا بتنام، دايما تفكيرها للكتلة إنها تطلع للأمام. مبروك علينا، خبر هيكون مفاجأة لكل أعضاء الكتلة ولكل المصريين المحبين لبلدهم. إن شاء الله بإذن الله فجأة من العيار التقيل قوي هتفجروا الأستاذة عنايات السنان، انتظروا مفاجأة إن شاء الله تباعا هتعرفوها. النهاردة هنتكلم عن برلمان 2020. برلمان 2020 وإزاي نرشح من يستحق صوتي، من يستحق أن يمثلني في مجتمعي، من يستحق أن يقول كلمة الحق اللي أنا محتاجاها وإنت وهي وهو، من يفكر في بلده. بنرشح شبابنا، بنرشح قادتنا، بنرشح الناس اللي كانت ما بتفكرش تترشح، وضغط مننا ومن الأهالي بتقول لها لا لازم تترشحي لأن أنت أنجزتي حاجات كتيرة بره الكرسي، فما بالك لما تبقي جوه الكرسي. دعم لينا، وان شاء الله حلقه تعجبكم تستفيدوا منها وتسمعوا حاجات كتيره جدا ولاد البلد عايزينها. برحب بضيوفي الكرام، معايا ضيفين من القامات، معايا استاذ محمد الشيخ مرشح البرلمان 2020، شاب من الشباب الطموحه، انا شخصيا بعتز ان هو اخويا الصغير، بره الكرسي شفته في الشوارع، في المدقات، في الزقاق، في كل حته، بجد شخصية محترمة أعتز بوجودها معايا النهاردة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور يا فندم، وأنا بشكرك على المقدمة الجميلة دي، وبشكر المنبر الإعلامي المحترم بتاعكم إن هو بيتوجه دائما إن هو يقدم حاجات جديدة ويقدم الناس اللي حابة تخدم البلد وحابة مصر تقدم بيها إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. ومعانا صحفي صدوق صديق عشرة سنين، خرجنا مع بعض في الخير، اتقابلنا مع بعض كانت في حفلة خير من ذوي الاحتياجات الخاصة، للناس المحبة للخير في الشارع، الناس المحبة للخير في البيوت، في الجمعيات، الوقوف بجانب كل إنسان محتاج. بجد شخصية بنت بلد أو ابن بلد، راجل جدع بنعتز كلنا بيه، ومتهيألي إن ليه نسبة كبيرة قوي من محبيه. أستاذ عصام عطا الصحفي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذه اسماء، وانا بتشرف بوجودي النهارده معاكي. احنا يعني بينا وبين بعض كل خير واصدقاء الحمد لله، وان شاء الله تكون حلقه مفيده لجميع المشاهدين، وبتمنى لبرنامج حكاوي القهاوي دايما من نجاح لنجاح. حكاوي ولاد البلد حكاوي ولاد البلد بتمنى له طبعا من نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله. في البدايه عايزه اوجه كلمه للاستاذ محمد الشيخ، انت خدوم بطبعك بخلاف البوزيشن بتاع شغلك وفي الشارع على طول، عايز اعرف رحلتك قبل ما تفكر اصلا ان انت تدخل البرلمان. طيب بدايه كده، احنا من منطلق الدعوات اللي بيوجهها السيد رئيس الجمهوريه بالاهتمام بالشباب وقضايا الشباب دايما، لان الشباب بيمثل اكبر فئه في المجتمع المصري. احنا تعدينا وتخطينا حوالي 65% من نسبه السكان في مصر، فاحنا كمجموعات شبابيه بنحاول دايما ان احنا نكون متواجدين في الشارع ولينا بصمه دايما مع المواطن ومع اصدقائنا من الشباب، علشان ناخد الجيل اللي بعدينا ان هو يكون يعني زي يحتذي بينا، يحتذي باللي احنا بنعمله، نكون قدوه لغيرنا، بنحاول دايما ان احنا نكون قدوه لغيرنا. فانا شغال في مشاريع خدميه دايما وعامل مبادرات شبابيه، انا عامل مبادره حضرتك
عارفه عنها، اسمها مبادره مصر الشباب، واحنا اشتغلنا فتره طويله تتخطى حوالي 3 سنين. معانا شباب على مستوى محافظات الجمهوريه، تخطينا حوالي 6000 شاب وفتاه. بنقدم خدمات في كل المحافظات اللي احنا بنشتغل فيها، بنشتغل حوالي 9 محافظات. تمام. بنقوم بعمل قوافل طبيه مستمره، عملنا في محافظه الجيزه بالتحديد حوالي 5 قوافل طبية، منهم قافلتين طبيتين كانوا موجودين في دائرة بتاعتي اللي هي بولاية الدكرور. وكان قبل أحداث الكورونا احنا كنا بنتواصل مع الشارع دايما وبنحاول نقدم الخدمات على قدر المستطاع. بعد أحداث الكورونا الموضوع اختلف شوية، اضطرينا ان احنا نغير الاستراتيجية بتاعتنا في العمل علشان اتخاذ التدابير الاحترازية اللي هي اللازمة. تمام. فكنا طبعا بنتواصل مع الشارع بصفة دايمة، وكنا بننزل ونعرف فين الحالات اللي عندها كورونا، وكنا بنحاول دايما ان احنا نوصل لهم لحد البيت ونوصل لهم خدماتنا، من يعني اكل او شرب او حاجة زي كده، وهم متواجدين. بعض الأدوية كنا بنجمعها ونشتريها ونوديها للحالات اللي عندها كورونا. بعد كده الفترة اللي كانت سبقتها كان في برضو أحداث اللي هي السيول، تواجدنا في الشارع والمجموعات الشبابية كانت بتساعد دايما الناس في الشارع، انها كانت بتنظف الميه، وكنا بنفتح البلاعات ونبتدي ننزل فيها الميه، لان كانت الدوله طبعا لوحديها مش هتقدر تساعد أكيد. حاجه زي كده، لان دي ازمه، فاحنا كلنا بنتكاتف علشان نتخطى الازمات اللي موجوده عندنا، لان دي ازمات لو ما وقفناش جنب بلدنا يبقى ده متهيألي. يعني يا استاذ محمد، حب الشباب في منطقتك والمناطق الاخرى ليك ده ساعدك وسهل لك امور كتيره. الحمد لله، يعني الحمد لله في قبول موجود يعني مع معظم الشباب، الكتله الشبابيه اللي من سني، يعني بالرغم ان انا يعني اكبر منهم شويه، والفئه القريبه مني سنيا. فكلنا اجتمعنا في الفتره الاخيره، وانا كنت متحفز جدا ان انا عايز اقدم خدمات بصفه يعني دايمه ومن منطلق اوسع. تمام. فعلشان كده فكرت ان انا لازم اترشح للبرلمان علشان نقدر نوسع الدايره بتاعه الخدمات بتاعتنا. لان احنا كان دايما على طول خدماتنا متواجده مع السيد محافظ الجيزه بصفه مستمره، رؤساء الاحياء اللي بيتعاقبوا علينا في دايره بولاق الدكرور، ويكون عندك الخدمات الطبيه، الخدمات المروريه، يعني الشق القانوني هيخدم علينا، بس بالزبط. هيخدم، هنقدر نخدم على دايره بولاق اكتر في صحيح. في الموضوع، يعني انا حابب ان احنا الناس تفهم وتعي ان اهميه الانتخابات البرلمانيه القادمه، ما نبقاش زي انتخابات الشيوخ. ان كان في بعض الكسل من الناس، وكان صحيح. في قله قليله اللي نزلت تدي صوتها، فطبعا ده لو اتكرر هتبقى مشهد طبعا عبثي ومهزله، وما ينفعش يحصل صحيح. في دوله بتحاول انها تتقدم، والرئيس بيحاول دايما ان هو يحسن دايما من الطاقات، وبيعتمد على الشباب دايما في كل حاجه، وده ثبت ان مجموعه كبيره من الشباب الفتره اللي احنا فيها دي بترشح لبرلمان 2020. فانا فكرت وقلت ان انا لازم انزل واترشح مع زمايلي من الشباب، وناخد فرصتنا ان شاء الله، ونكون قادرين على التغيير باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق. ما دي نقطه نقدر نخرج منها. الاستاذ عصام، بما انك طبعا مسكت بعض اللجان الانتخابيه في الفترات اللي فاتت وبانك في الشارع، تقول ايه للوعي الناس اللي بتقول لك لا انا مش نازل، لا انا هبطل صوتي، لا انا يا عم اطلع اخد منهم الجنيهين بتوعنا عشان نرشح، وتقول ايه في نفس الوقت لعضو مجلس الشعب اللي بيدي صوته مقابل او عايز صوت مقابل فلوس؟ هو للاسف المرات السابقه ان كان احنا بنعلم السماسره، لكن هم بيسموهم الوسيط اللي هو ما بين المرشح والمنتخبين. تمام. فهو كان مجرد ان هو بيجيب اصوات، ده عمل بلبله جدا في يعني تفتيت الاصوات حتى ما بين المرشح اللي هو يستحق او لا يستحق، لان كان المال السياسي في خلال الفتره اللي فاتت دي هو اللي سايد. تمام. والنهارده حتى المرشح يعني بيوعدك ويقول لك اه والله انا معاك، ويحلف وعنده الناس بتوعه، وهم عندهم قدره غريبه جدا ان هم فعلا على الاقناع ويجيب اصوات. لان هو النهارده كان الفلوس بتدفع، وكان بيطلع بعربيات خاصه لحد اللجنه، بيروح عربيات بتكاتك باي وسيله. تمام. فطبعا النهارده ما يكون في مرشح ليه خدمات سابقه في الدايره، وبس ما عندوش الامكانيات الماديه لان هو يقدر يشتري بقى اصوات زي ما بنقول بالبلدي، حتى في الصعيد بيسموه راجل الدكه. يعني الوسيط ده او السمسار بيسموه راجل الدكه،
اللي هو بيقعد عند لجنه الانتخابات ويستقطب ويستقطب الـ الـ الاصوات او بيستقطب الناس بشراء الاصوات وهو ليه اللي يدفع له اكتر. تمام. فاحنا للاسف الموضوع ده نتمنى ان هو يعني ينتهي لو انه صعب في لعبه الانتخابات عموما. يعني نتمنى ان هو يكون عليه رقابه ان شاء الله. صحيح. نتمنى ان يكون عليه رقابه ان هو يحد من قصه الوسيط او المال اللي بيدفع مقابل شراء الاصوات. لكن احنا النهارده لما نلاقي مثلا شباب زي الاستاذ محمد راجل في دايرته وعامل خدمات مش منتظر حتى كرسي بالظبط، هو اكيد ليه يعني من فتره بيخدم لانه عايز يخدم اهل يعني اهل دايرته. نتمنى طبعا يعني في ظل الظروف اللي هي الحاليه والمال اللي بتدفع مقابل الاصوات ان هو يكون ليه تواجد ويكون له نسبه عاليه جدا هو او غيره في اي دايره. صحيح. يعني النهارده الدوائر بيبقى مطلوب منها 2 وفيها 50 مرشح. فطب مين اللي يقدر وعنده نفس طويل ويقدر يستمر للاخر؟ ما ده وعي بقى، وعي احنا بقى بنناشد بقى الناس بنناشد الجمهور او بنناشد الشعب ناخد اللي هي ينفعنا اللي يخدمني واللي كان بيخدمني اوريدي لانه راجل متواجد اصلا بخدماته. لكن النهارده في للاسف ناس بتنزل بباراشوت في الوقت الانتخابات بس بتشوفيه. تمام. وبعد لما بينجح ما بتشوفوش تاني نهائي. تمام. هو احنا قايلين ان راجل العضو البرلمان ده راجل اصلا راجل تشريع مش راجل خدمي بس هو بيخدم من خلال وجوده على الكرسي بيعمل طلبات احاطه طبعا طبعا كمان. لان في حاجات محتاجه الكرسي ان هو يعمل طلبات احاطه مثلا او استدعاء لبعض الوزراء لو في مشاكل على مستوى الدايره. ومش لازم تكون الخدمه لشخص، الخدمه تكون كل الاهل المنطقه كلهم. صحيح. لمسينها. صحيح. فنتمنى للتوفيق ونتمنى الناس تنزل فعلا. يعني استاذ محمد، طموحك او احلامك من كتر الطلبات اللي بتجيلك من كتر الام الناس كتر اوجاعهم ايه اللي بتحلم بيه ان شاء الله باذن الله بعد ترشحك ان شاء الله؟ هو اولا انا بحلم ان الناس تنزل الاول، يعني الناس تنزل وتشارك بكثافه علشان ما يضيعوش مجهودنا ويضيعوا صوتنا لناس تانية ويضيعوا صوتهم هم كمان لناس تانية. صحيح. لان هم عدم مشاركه مجرد عدم المشاركه منهم فده بيدي فرصه للناس اللي هي بتعتمد على المال السياسي انها تستقطب المجموعات اللي هي الناس وبتستغل عوز الناس الغلابه وبتخش تاخد الاصوات بكل سهوله وبتضيع حقي انا كراجل شغال من الشارع في الشارع متواجد دايما وان انا عايز اعمل تغيير وفي حماس شباب وفي تواجد مستمر في الشارع البولائي. فانا احب ان انا اوجه رساله لكل الناخبين ان شاء الله يوم 24 و25 اكتوبر ان هم يتواجدوا بكثافه ويكونوا موجودين امام اللجان من الصبح لحد بالليل وينزلوا كلهم ان شاء الله ويدوا صوتهم للي يستحق. انا ما بوجهش لحد معين، انا عندي دايره بولايه دكرور مثلا دايره ليها 3 نواب، انا ما وجهناش يدي مين، انزل وادي صوتك ان شاء الله. حتى لو مش عاجبك حد من المرشحين ابطل صوتك بس انزل بس المشاركه. دي دستوريه، المشاركه ده حقك التشريعي. ده واجبك على المجتمع، ده الرئيس والدوله كلها، وفي عندنا ضباط جيش وضباط شرطه ماتت علشان البلد دي تفضل اي ماشيه لقدام. مش معقول احنا في الاخر هنسلمها لمجموعه من الناس بتدفع فلوس علشان تاخد الاصوات وهي تفضل مستمره متواجده في الشارع وهم ليهم حاجات تانية وأهواء أخرى إحنا ما نعرفهاش، يعني مش ما ندركهاش. فأنا حابب إن الناس دايما تكون على قدر من الوعي الكافي بالحرب التتارية الرهيبة اللي قادمة علينا دي. تمام. إن شاء الله. إحنا معنا مداخلة من الأستاذ حسين بخيت محامي بالنقد. مساء الخير يا فندم. مساء النور، إزي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا، إزي حضرتك؟ الحمد لله. الله يخلي حضرتك. اتفضل يا فندم. الو. ايوه معاك، سامعينك. الو. ايوه يا فندم معاك. ايوه استاذ اسماء. ايوه سامعين، اتفضل. مع حضرتك انا وسهلا. اتفضل حضرتك يا فندم. حضرتك ايه رايك في اللي احنا بنقوله؟ شويه الصوت بعيد شويه. نعم الصوت بعيد شويه. الصوت لا، ايه راي حضرتك في برلمان 2020؟ والله انا بالنسبه للبرلمان 2020 ليا بعض الامنيات فيه، اني اتمنى ان اللي يكون المسؤول عن الشعب مستعين بجزئيه كبيره من الشباب على اساس يكون عندهم علم بالقانون وخصوصا القانون الدستوري، لان طبعا حضرتك عارفه ان عضو مجلس الشعب ده ليه اختصاصات مهمه جدا. تمام. ايه هي؟ ان هو طبعا
من اهم الاعمال المنوطه ليه ان هو بيشارك في صنع القوانين والمراقبه على تنفيذها. يعني هو المفروض يراقب الحكومه في تنفيذ القوانين اللي المفروض هي بيكون هو شريك فيها لخدمه الشعب. تمام. فطبعا اللي هيقدر يفيدني في الموضوع ده الشباب، والشباب ذوي العلم بالمجالات القانونيه والمشاكل العلميه الفعليه للدوائر اللي هم فيها. تمام. فطبعا لو بصينا للبرلمان اللي فات برضو كان في بعض الجزئيات ان احنا السلبيه اللي هي كان شراء الاصوات والكلام ده كله. طبعا دي من الجزئيات السلبيه، المفروض كل ده يبقى عارفين فيها الشخص اللي هيقدر يمثلهم، ماشي، ويكون ذو علم وذو صيت طيب، وما نبقاش احنا عرضه لشراء الاصوات. ايوه. لناس زي ما بيقولوا منتفعين ما بنشوفهمش غير وقت الانتخابات. صحيح. وبعد كده بنكتشف ان هم دخلوا عشان يعملوا مصلحه ومش همهم خدمه الوطن ولا خدمه الدوائر اللي هم فيها. شكرا يا استاذ حسين، شكرا للمداخله يا فندم، اشكرك. طبعا ده راي الشارع، ولكن ده راي الناس، هيفيدنا كتير جدا لو كل الناس رايها كده. ده طبعا راي مهم جدا، وانا يعني باكد تاني وانادي تاني وناشد تاني المواطنين المصري ان المواطن المصري لازم تنزل، لازم تنزل وتشارك في الانتخابات دي، ولو حتى انت هتبطل صوتك بس انزل وشارك، لان ده حقنا الدستوري، لان عضو مجلس النواب اللي هيجي يمثل الدوائر بتاعته لازم يكون على قدر من التواجد والثقه من المواطن اللي موجود جوه دايرته. صحيح. لازم المواطن يعتمد عليه اعتماد كلي وجزئي في كل الخدمات اللي موجوده بالدايره. احنا عندنا دايره زي دايره بولاد دكرور، دايره واسعه، دايره فيها حوالي 4 مليون مواطن، وعندنا حوالي 630 الف صوت انتخابي. مش معقول 630 الف صوت انتخابي ما ينزلش منهم 10000 ولا 20000 ولا 60000، حتى 10% النسبه المقبوله يعني. فطبعا احنا بنناشد وننوه 100000 مره ان لازم وضروره النزول والمشاركه في الانتخابات عشان تجيب نائب منك، نائب يعرف يوصل لصوتك، ولازم يوصل لك في الشارع ويكون متواجد معاك وبيتحرك معاك. ونائب، النائب ده مش نائب خدمات فقط، النائب زي ما حسن بيه قال، النائب ده نائب تشريعي. أيوة. نائب يقدر يحاسب الحكومه، يقدر يراقب الحكومه، يقدر يناقش ميزانيه الدوله. في مشاكل كتيره بتحتاج وجود نائب قوي علشان يقدر يتفاعل مع الحكومه قبل ما يتفاعل مع المواطن اللي في الشارع. تمام. معانا مداخله هاتفيه، ام مصطفى. الو، مساء الخير. الو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. بسلم على حضرتك وعلى ضيوفك الطيبين. ربنا يخليكي. هو كنت عايزه اتكلم مع بخصوص الانتخابات، اختيار الانتخابات لاعضاء مجلس الشعب. اتفضلي. وكان قبل كده سيادتك اختيار اعضاء مجلس الشورى او الشيوخ. تمام. وكنت عايزه اقول لحضرتك ان احنا اغلبيه الشعب يا فندم ما شاركش في انتخابات مجلس الشورى. قولي لحضرتك ليه؟ لان انا عن نفسي انا ما كنتش اعرف مين اللي نازل، يعني يعني احنا اتفاجئنا بانتخابات مجلس الشورى او مجلس الشيوخ. سيادتك انا ما انزل انتخب مين؟ وانا مش عارف البرنامج بتاعه مين هو ده اللي انا انزل انتخبه؟ طب ما انا صوتي امانه. صحيح. انا صوتي امانه، انت احنا بنقول صوتنا امانه، طب انا انزل اديه لمين؟ وبعدين حضرتك الفتره اللي فاتت يا فندم كنا احنا يعني كنا بنعاني في فترات سابقه عن من اعضاء مجلس الشعب، كنا بنقول ده كان مجرد احترام لكل النواب الشعب. أيوه. كنا بنقول عليه ان هو كان حامل حقيبه، مجرد ان هو كان حامل حقيبه لخدمات الشعب. انا دلوقتي باتمنى ان هو يكون عضو مجلس الشعب حامل حقيبه للشعب، مش حامل حقيبه لنفسه لتحقيق طموحاته الشخصيه. يعني انا كنا في فتره، انا ست كبيره في السن، انا عندي حاجه 54 سنه، كنا في فتره من فترات فجر كنا بنقول عضو مجلس الشعب ده حامل حقيبه، وازاي هيبقى دي صفه تشريعيه وهو وزير ما سين صاد عين، كان كاسر عينه تاشيره. ايوه. ان هو موافق ان هو قدم له طلب وياخد تاشيره عليه لخدمه فلان وفلان وفلان. انا عن نفسي انا بتمنى ان هو دلوقتي يرجع عضو مجلس الشعب حامل حقيبه للشعب، مش حامل حقيبه لاغراضه الشخصيه. لان احنا في الفتره الاخيره يا فندم، وانا من محافظات الصعيد، اقليم من اقاليم الصعيد، احنا حضرتك ثلاث ارباع اعضاء مجلس الشعب حضرتك يا فندم حاملين حقيبه لاغراضهم الشخصيه. ده حقيقي، حتى في ازمه كورونا ما شفناهمش معظمهم، مش فندم وحاملين حقيبه لاغراضهم الشخصيه. طب ليه؟ طيب احنا شفنا ناس ما شاء الله عيلة قوي 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 قوي، واحنا فين؟
الان انا واولادي اللي هم عايزين يتعينوا، فتح مشاريع ليهم، فتح فرص عمل ليهم. انت فين؟ انت جاي تحقق طموحاتك في مجلس الشعب، جاي بتحقق امالك في مجلس الشعب على حساب انا، على حسابي انا ولا على حساب الشعب؟ صح، كلامها مظبوط، كلامها مظبوط جدا. هو ده اللي احنا بنمسه وبنلمسه مع الشباب في يعني في جولاتي كل يوم. انا في دايره زي بولاد دكرور، انا بلمس الكلام ده يوميا. اكتر حاجه عندي مشاكل الشباب، عدم وجود شغل، وكمان المشاكل الناس اللي اتضرت اثناء الفتره بتاعه الكورونا، بقى لها 6 شهور. في ناس بتقول لي انا بقى لي سنه قاعد في الشغل. نشكرك يا ابو مصطفى على المداخله. وطبعا الموضوع انا حاسه ان الناس محتاجه وعي، الناس محتاجه ما جات لهم الفرصه. يعني دور الاعلاميين اذا كنا موجودين يعني فتره مجلس الشورى فعلا كل الاسباب وكله عنده نفس القناعه ان هو النهارده ما شافش النائب بتاعه، لا لا قايمه 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 فيها كل مثلا عدد كبير جدا عن المحافظه، فهو ما يعرفش الواحد منهم. طب يدوا صوته فين؟ فبالتالي ما حدش نازل. والشكل العام بتاعنا يعني للانتخابات قدام العالم ان كتر اللجان فاضيه. طب احنا النهارده جات لنا الفرصه ان احنا بقى نملى الانتخابات والناس كلها تنزل، تمام، نغير الفكره اللي اتاخدت في مجلس الشورى نحطها في مجلس النواب، تمام، الناس كلها فعلا تنزل زي ما قال الاستاذ محمد، حتى لو تبطل صوتك. بعدين استاذ عصام في القنوات المضاده ما بتصدق ان طبعاً تلاقي طبعاً الانتخابات بيصور وتنقل الصوره سلبيه عن مصر، ان مصر عندها بالزبط. في عدم مشاركه فطور. ولا وهو عايز يحول وجود عدم المشاركه ده ان احنا في فشل من الدوله في التعامل مع المواطنين، سواء بقى ان كانت مؤسسات او خدمات او اي حاجه تانية، خلاف كده. هو عايز يقول ان الدوله فاشله في التعامل مع المواطن، فعشان كده المواطن مفيش ثقه بينه وبين الدوله، وده ضد اللي موجود. يعني الرئيس صحيح. بيبذل مجهود جامد جدا، واعتقد ان مؤسسات الدوله بتجري وراه هي كمان علشان انها تحاول تعمل تغيير الكافي. مصر كلها بتتغير حاليا، احنا يعني اللي احنا بننشده. بس انا مش هقول ان التغيير ده هيحصل بين يوم وليله، التغيير ده لازم ياخد وقت ولازم نتعب. فاحنا هو الرئيس قال انتوا هتتعبوا معايا واحنا كمان هنتعب معاه. احنا كشباب دلوقتي قادرين ان احنا نتعب معاه، قادرين ان احنا نجري معاه. انا عندي سيادتك دايره زي الدايره بتاعتي، دايره فيها مشاكل بطاله بطريقه فظيعه جدا. ما هو ده اللي هنتكلم فيه. بس معانا مداخله. استاذ ماجد مساء الخير. الو استاذ ماجد. طب لحينا معاوده الاتصال. الملفين بقى المهمين اللي هي البطاله متهيألي والتعليم والصحة. ده عدة ملفات أكتر من كده كمان. يعني بس الناس كلها يعني أنا نفسي أعيش عيشة كريمة، ابني يتعلم كويس، ألاقي مكان أتعالج فيه. ما هو العيشة الكريمة تتضمن بعض الحاجات، يعني أولها الوظيفة، أولها وجود عمل، إن هو يغنيني عن السؤال وعن إن أنا أمد إيدي أو أحتاج لغيري، إن أنا أفضل أمد إيدي لغيري عشان يديني حاجة أقدر أعيش منها. هو أنا احترامي ليك، أنا أسفة مش بشنطة هتكفيني لا طبعًا. وأنا دلوقتي منزل، أنا دلوقتي أستغل الناخب وأستغل العوز بتاعه وأديله شنطة ولا أديله 100 جنيه ولا 200 جنيه ياكل بيها وجبة غدا ولا وجبة فطار، يبقى خلاص هو ده كده. في ناس بتاخدها سبوبة على فكرة، ما هي ما هو ده اللي حصل. وبعت ابني وبعت بنتي وبعت جوري. ما هو ده اللي حضرتك بيأخرنا يا فندم، ده اللي بيأخرنا. احنا محتاجين ان احنا نتقدم، عايزين الخمس سنين القادمين من عمر كل الدوائر اللي موجودة في مصر انها تكون 5 سنين انتاج وبذل وعطاء، وان النائب ده يحاول على قد ما يقدر ان هو يقدم للحكومة مجموعة من الخدمات والنصائح يقدر ان هو يفيد بها الحكومة، لانه لمس الشارع. يعني من ضمن برنامج حضرتك البطالة؟ البطالة حضرتك، وعندي خدمات الصحة وخدمات الطبية والتعليم. تمام. في عندك اهم حاجة بالنسبة لنا هو موضوع البطالة والشباب، لان ده اكتر حاجة لمسة الناس كلها. سبب كوارث البطاله دي، سبب كوارث طبعا. احنا اي دوله يا فندم حابه انها تتقدم وتقوم بتعتمد على عنصر البشري اللي بتحسن المورد البشري اللي عنده، المورد البشري اللي هو البني ادم الانسان اللي عايش. الانسان ده لازم تطوره، لازم ان كان شاب مثلا تاخده تجيب له فرص عمل كويسه، بعد ما تدي له تدريب كويس يقدر بعدين ان هو يلاقي فرص عمل لقدر الحاجه اللي هو بيحبها واللي هو عايز يشتغل فيها، ان كان مثلا خريج بكالوريوس تجاره او ليسانس حقوق او اداب او انت بتبتدي ان انت تتعامل معاه على العلم اللي هو خده او الجامعه اللي هو خده، وبتدي له الكورسات والندوات والدورات. كنا زمان الحاجات دي كانت موجوده، انا مش عارف يعني من ساعه الثوره قلت الخدمات دي، قلت الكلام ده، الجامعات ما بقتش بتدي الموضوع ده. الا احنا عايزين نخلي الخدمات دي متواجده للشباب
وبارخص الاسعار او بانها تكون ميسره مجانيه. تمام. يعني احنا في وزاره الشباب والرياضه ممكن نتعامل معاها في الموضوع ده. عندك وزاره التربيه والتعليم، عندك الجامعات المصريه كلها تقدر تقدم الخدمات دي مجانا للشباب. يعني عمل او مواقع على فكره اونلاين رمزيه. انا موجود مش هفضل موجود ممكن يعني اللي معهوش امكانيات ماديه اللي على الانترنت موجود مواقع لكل برضه اللي معهوش امكانيات ماديه ممكن ما يكونش عنده انترنت يعني في البيت. يعني اقرب ابسط الامور يعني حتى لو يروح سايبر يعني انا عايز اخلي المواطن او الشاب يبقى عنده انتماء لبلده عن طريق ان البلد بتوفر لي كل الخدمات وبتوفر لي كل الحاجات اللي انا عايزها، بتديني بلدي بتديني، فانا هبذل اقصى حاجه عندي ان انا بعد كده ان انا اديها. تمام صحيح. طيب ملف التعليم، ملف التعليم ده النهارده بقينا كل حاجه بقت اونلاين وبقت كلها مفيش دراسه ان انا اروح المدرسه، مفيش تتبع، مفيش يعني الحته بتاعتنا احنا اللي هي الدراسه. الملف ده برضو من ناحيه نظره حضرتك ايه؟ الملف ده ملف شائك جدا في مصر الفتره الاخيره، لان بيتعاتب يعني بيجي علينا كل شويه وزير تعليم جديد او منظومه تعليميه جديد بيبتدي ان هو يغير كل واحد حسب فكره وثقافته بطريقه معينه، والشعب او الطالب والاسره ما بتتقبلهاش، ما بتقدرش تتواكب معاها، لان انت كل شويه بتغيري المنظومه التعليميه. انا عايز اثبت المنظومه التعليميه باساليب جديده. انا ممكن اقارن نفسي مع دول مش عيب، مع دول نجحت عني. انا ممكن اقارن نفسي مع سنغافوره، ممكن اقارن نفسي مع التجربه الالمانيه، مع التجربه الانجليزيه، اشوف كل الدول دي بتتعامل ازاي مع الملفات المهمه اللي زي ملف التعليم وملف الصحة. نشوف التجربة الألمانية في التعامل مع الكورونا في الفترة اللي فاتت احسنت وعملت اعلى معدلات، اعلى معدلات. انا مش يعني طب. مش عيب ان انا اتعلم منه. أكيد. مش عيب ان انا اخد منه الـ الطرق اللي اتبعها عشان يقدر يطلع عشان من الأزمة ديت باقصى يعني باقل الخسائر واعلى معدلات من خدمة المجتمع. غير كده انا عندي مشاكل في الدايره كبيره جدا، مشاكل مروريه، مشاكل التوك توك. عندي مشاكل التوك توك دي لا بيشتغل عليها شباب كتير، عندي شباب خريجين جامعات مش كلهم حقيقي. مش كلهم شباب بيبيعوا فيها مخدرات زي ما هم بيقولوا. فانا عايز اهتم بالفئه المحترمه دي، انا عايز اقنن وجود ترخيص للتوك توك، لان بيقول لي يعني انا من لمست الشارع قالوا لي ان في ثلاث جهات بتتعامل معانا، بيتعامل معانا المرور، بيتعامل معانا السرفيس، بيتعامل معانا الحي. فانا عايز انظم جهه ثابته. يعني انا لما قعدت مع الشباب اللي هي بتسوق التوك توك قلت لهم يا جماعه ايه انسب الحاجات، قال لي يا ريت ان احنا ناخد ارقام من الحي، نرقم تبع الحي. يبقى انا ماشي مرقم بس في احياء، يعني في احياء في حي المطريه عندنا مقنن بيقنن بس بيقنن مش كامل، وحاطط له حاطط له لوحه باسم الحي. انا عايز شبرا الخير نفس الوضع، عايز اعمل لائحه منظمه للموضوع ده. معانا اتصال. الو استاذه شيماء. ايوه يا فندم مساء الخير. والله انا عندي بس سؤال بسيط. اتفضلي. انا عندي 33 سنه لحد دلوقتي ما اعرفش اصلا ازاي ادي صوتي. انا كنت هنا في انتخابات الشيوخ ما كنتش اعرف اصلا مين اللي في دايرتي. تمام. ده ليه؟ لان احنا ما نعرفش مين اللي بينزل، مين اللي بينجح، مين اللي بيسقط. احنا عايزين حاجه واحده بس، ان هم يحتكوا بالشعب اكتر بس. تمام. مش عايزين اكتر من كده. صدقيني لو اتعمل برنامج تاني زي برنامج حضرتك كل الشعب هتلاقيه نزل ان شاء الله باذن الله. بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنقول يا ناس، يا جماعه، يا شعب مصر، انزلوا انزلوا انتخبوا. مش مهم يعني لازم تنزل، هتبطل صوتك ابطله بس انزل. انا حابب بعد اذنك يا استاذ شيماء، انا حابب استاذ محمد بس هيقول لحضرتك، انا اخش مع حضرتك بس مداخله صغيره. انا حابب اعقب على كلام حضرتك، كلام محترم جدا، لان فعلا حصل التجربه اللي حصلت في انتخابات الشيوخ ما كناش نعرف اي حد من المتواجدين ولا درسنا اي برنامج انتخابي لاي حد منهم. احنا فوجئنا لقينا قوائم نازله وناس نازله في الفردي واحنا ما نعرفهمش، ما كناش عارفين دول مين. فاحنا نزلنا من عشان الوعي بواجبنا الوطني ان احنا لازم ننزل ونشارك، فنزلنا شاركنا وانتخبنا اللي احنا نعرفه. يعني نزلنا وبحثنا وقعدنا ندور على الانترنت ونشوف كل واحد برنامجه الانتخابي ايه. ونشوف تواصله ايه مع الشارع، ده تبع حزب ايه، ده تبع ده فردي ولا لا. وابتدينا ان احنا نشكل العدد بتاعنا. يعني احنا كان عندنا هنا في الجيزه 8 في الفردي، فاخترنا الثمانية بناء على البرامج الانتخابيه اللي كانت معروضه من كل واحد منهم. فانا احب اقول للاستاذه شيماء ان الرساله بتاعت حضرتك رساله مهمه، وان احنا عايزين ناكد على المنظومه الاعلاميه انها تهتم جدا
بعرض الـ 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 البرامج الانتخابيه للنواب، وتخلي النواب يطلعوا على شاشات الاعلام اكتر وبكثافه اكتر، وانها يتكلموا عن البرامج الانتخابيه وهيعملوا ايه للشعب وهيقدموا ايه للشعب الفتره الجايه ان شاء الله. يعني بتقول انا ما اعرفش انزل ازاي انتخب، لازم برضه يبقى في توعيه. استاذ عصام، احنا عايزين نوجه رساله للاعلاميين زمايلنا والصحفيين، حته الوعي. والله هو الوعي طبعا مطلوب ولازم الكل بيسعى ليه، ان احنا النهارده نبتدي يعني من كل البرامج نوعي اللي هو العامل حتى البسيط. يعني احنا بنقول اعضاء مجلس النواب او اللي مرشحين برضه عليهم دور ان هم في كل منطقته ينزل يوعي اهل منطقته ان هو ازاي يروح يشارك. الاستاذ شيماء بتقول لك انا ما اعرفش انزل ازاي انتخب، في ناس لحد النهارده ما تعرفش ان هي تجيب حتى لجنتها منين. صحيح. يعني لازم يبقى فيه ننزل مثلا المواقع بتاعه اللجنه العليا للانتخابات، تمام، تدخل مثلا الرقم القومي بتاعك والاستعلام بالظبط، تعرف قيمتك ورقمك ورقم اللجنه وتروح تنتخب. وده دور الاعلام برضو بالمناسبه، ودورنا كلنا احنا نوعي كل المثقفين يوعوا الناس في قلب الشارع. طبعا للاسف وقت حلقتنا او الفقره الاولى انتهت. طبعا معانا الفقره الثانيه كابتن طارق رياض، ومعاه موهبة جميلة من ذوي القدرات الخاصة اللي كلنا بنحتز بيها. وفي عجالة أقول لأستاذ محمد بالنسبة لملف ذوي القدرات الخاصة، ذوي الإعاقة ده مهم، يعني ده مهم جدا، ملف هام جدا بجانب ملف المرأة، المرأة المعيلة والمرأة اللي بتحتاج، لأن هم فعلا ذوي الهمم. أيوة طبعا، يعني الناس دي احنا لازم نهتم بيها، سواء في البرنامج بتاعنا في من حيث الثقافة ومن حيث التدريب ومن حيث ان احنا نأهلهم رياضيا ونأهلهم علميا ونخليهم مشاركين دايما بصفة مستمرة مع المجتمع، علشان ما يحسوش ان هم مهمشين وخارج الدولة. لان انا لازم احسس كل مواطن في البلد ان هو له انتماء لمصر، وان مصر بتبص له، ان مصر بلده، ان مصر بلده ومصر بتبص له، علشان صحيح. علشان احفز المواطن ان هو دايما يكون واقف ورا دولته، واقف خلف وطنه بصفه مستمره وصفه دايمه امام كل المؤامرات اللي بتحاك له. وهم لهم نسبه على فكره، لهم نسبه صحيح. لهم نسبه صحيح. في الانتخابات طبعا. في نهايه فقرتنا النهارده بشكركم على المتابعه، وان شاء الله باذن الله الرساله يا رب تكون وصلت لكل بيت مصري أصيل، ولكل إعلامي ولكل صحفي ولكل محب لبلده، إن هو يوعي ويبتدي ينزل ويشارك. بشكركم، بشكر ضيوف الكرام، أستاذ محمد الشيخ إن شاء الله إن شاء الله النائب المنتظر، شكرا يا فندم. شكرا جدا يا فندم. بشكر أستاذ عصام عطل تشريفه. شكرا يا فندم. بشكركم وسلام عليكم. على السلامة المشاهدين، النهارده إن شاء الله هنعمل فيديو جديد، وفيديو قوي جدا. احنا طبعا عملنا فيديوهات الحلقات السابقه قويه جدا، تخص الخشونه، تخص الارداف، تخص الاجناد، تخص البط. النهارده زاويه غريبه شويه اللي انا هعملها، لان انا حد بيعملها كتير. تخص الترهلات اللي في الصدر، تخص الكتف، تخص الجسم من اعلى. النهارده الزاويه دي لو عملناها بشكل مظبوط هتعمل معانا فرق كبير جدا. فاتفضلوا معانا ونجرب. وعاوز اقول لكم حاجه قبل ما اخش على الزاويه، يعني الزاويه دي لو احنا عملناها يا جماعه، لو انت عملتوا 20 عده ليكوا عندي باودر اللي هو الكرياتين. طبعا الكرياتين يخص كمان الاجسام، يخص الرياضه عامه بشكل عام. اتفضلوا معايا ونجرب الزاويه. ده يا جماعه اسمه ضغط امريكي. التمرين ده لو عملناها هتحل لنا شويه في الترهلات اللي في السر، والكفه هيبقى عندك مستوى عالي جدا. التمرين يا جماعه مهمه جدا جدا جدا، لان محدش يعرفها تقريبا، الناس قليلين جدا. هنبتدي ونركزوا في الحركه اللي بعدها. نطلع عده واحده، لما ننزل عدتين نطلع عدتين، هننزل ثلاث عدات، واحد اثنين ثلاثه، هنطلع ثلاث عدات، واحد اثنين ثلاثه، اربع عدات، واحد اثنين ثلاثه اربعه. هنطلع أربع عدات، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هننزل خمس عدات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أدي خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة.
الطريقه دي عشان حد في عندي حته بودر كتير قوي وصعب، بس ان شاء الله هنكرره يوميا كل يوم نجيب مثلا على كبريزه 5 حاجات 7 حاجات. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم، ورجعنا لكم تاني مع الفقرة الرياضية اللي احنا معودينكم عليها. إن شاء الله هنعقب طبعا على الفيديو. الفيديو ده يخص التسدي، وإحنا كلنا عارفين موضوع التسدي عند الرجالة طبعا بيبقى مش محبذ، بيبقى مكروه شوية. التمرين ده يا جماعة مهم جدا لو لعبناه صح، وهو مش صعب قوي بس هو صعب في التكرارات. يعني مثلا لو عدينا اكتر من اذا عرفنا يعني نجيب اكتر من 10 هيبقى الموضوع فيه صعوبه شويه. طبعا احنا خلاص كده خلصنا موضوع الفيديو. في ناس كتير بتكلمني في موضوع ان انا اعمل تمارين تخص الماسلز يعني الباي والتراي، اللي انا اعدل يعني في بيبقى في مشكله شويه لما مثلا باجي ابدا انا اتمرن، ولما اجي اتمرن بيبقى معايا مثلا في مشاكل كتير، مثلا زي مدرب مثلا ما بيعرفش اللي هو يوصل التمرين صح. فطبعا لما انا بتمرن طبعا وما بيعرفش يوصل التمرين صح فبقى بيحصل لي اصابات. فطبعا في ناس كتير كلمتني على البيدج وكلمتني من خلال الصفحه اللي انا اعمل تمارين بالشكل صحيح، وانا قررت طبعا ان انا اعمل تمارين ان شاء الله من اول الاسبوع الجاي داخل الجيم تخص الباي، تخص باي سيبس، تخص تراي سيبس، تخص الكتف، تخص الظهر، العضلات او الماسلز بشكل عام. وطبعا هنلعب زي ما احنا اتفقنا بشكل صحيح، الزوايا كلها هنلعبها مظبوطه عشان خاطر موضوع الاصابات. بالنسبه ان شاء الله كده بالنسبه للموضوع الثاني، معانا موهبه مميزه ومعجزه وصاحبه قدرات خاصة وبطلة سباحة وبطلة ومعاها مراكز أول واخدة ميداليات ذهبية. معانا البطلة فاطمة. ازيك يا فاطمة؟ أهلا بيكي. ومعانا مامة فاطمة الأستاذة أسمنت. أهلا بيكي. أسمنت أهلا بحضرتك. هي بصراحة هي مش سباحة بس، هي لعبة طبعا فروسية ولعبة طبعا هي هتتكلم طبعا بالنيابه عننا في الالعاب والميداليات وهكذا يعني. انت عمرك كام سنه فاطمه؟ 12 سنه؟ طيب مين حببك في الرياضه؟ ماما. مين اتعاملت معاها ازاي في الموضوع ده؟ لا انا شايفه ان الرياضه اصلا مهمه عامه للاطفال وذوي الاحتياجات الخاصه، اصلا حياتهم كلها في الرياضه. يعني يمكن في الدراسه ما بياخدوش حقهم قوي بس حياتهم كلها في الرياضه، في البطولات، في مجال النوازي بصفه عامه. كل ما بيلعبوا رياضه اكتر كل ما هم بيحسوا بقيمتهم اكتر، وكل ما بيبقى ليهم مركز اكتر، وما شاء الله بيجيبوا ميداليات، بيجيبوا ميداليات كثيره للبلد. يعني فاطمه الحمد لله يعني هي دلوقتي سنا هي جمهوريه، واحنا بنعمل ان شاء الله ان هي تبقى بطله عالم باذن الله. هي بتحب رمي القرص جدا، هي خدت مركز ثاني في رمي القرص، وبرده خدت فروسيه بطولة جمهورية. كنا هنسافر أبو ظبي بس هي سنها للأسف كان أصغر من 12 سنة، كانت صغيرة عن كده بسنتين. وطبعا هي برضو بتلعب تايكوندو، وهم فتح لنا مجالات كتيرة جدا في بالنسبة للنوازي. بالنسبة للنوازي بس بالنسبة للتايكوندو في نفس الوقت اللي بتلعب فيه المطرقة دي اسمها ايه؟ يعني في نفس الوقت التايكوندو في الالعاب الثانيه مع الالعاب الثانيه الفروسيه وكده؟ التايكوندو مع بعض عادي مفيش مشكله. يعني هي بتلعب العاب قوه، رمي وجري، وده حاجه، والتايكوندو ده هو كده اتحاد لوحده اصلا خاص بنفسه. والفروسيه يعني برضو انا قصدي بيبقى في صعوبه لما تتمرني مثلا كذا لعبه مع بعض في وقت واحد. بس هم فيهم ميزه. بتقدري قصدي توفقي بين كل المجموعه كلها ازاي؟ لا هي الحمد لله الاوقات ما بتتضربش مع بعض، هي اهم حاجه ان احنا نوفق الاوقات. وهم فيهم ميزه غير الاطفال النورمال، يعني غير الاطفال التانيين خالص، ان هم لما بيتعلموا حاجه بيتعلموها وبيتقنوها كويس جدا. خلاص هم اتعلموا الشيء ده فهم ده اتعلموه خلاص، ما عندهمش نص نص ولا لا، هو اتعلمت يبقى اتعلمت. فالتعليم معاهم مش صعب بس هو بياخد وقت. طيب ايه العقبات اللي بتقابلك في عقبات اكيد بتقابلك في المواضيع دي؟ والله احنا برضو لما نكون مثلا موضوع النادي ده نفسه صعب شويه، يعني احنا بنخش مراكز الشباب، برضو بنخش مراكز الشباب دي بان هي بتبقى اشتراكات، لكن كاعضاء لا. يعني هو المفروض دي نبقى فيه بس احنا بنطلب كده او رجاء ان يكون يسهل موضوع العضويه للاطفال،
ان سعر الادويات طبعا بيبقى عالي جدا، فيبقى ليهم مثلا لوحات خصم في العضويه او طريقه سداد ميسره شويه في العضويه عشان نقدر نخش النوادي. يعني كل النوادي فيها فرق ذوي احتياجات خاصه. لا، المفروض نخاطب المسؤولين يا جماعه، الموضوع ده مهم جدا. بالنسبه للقدرات الخاصه، الاطفال اللي عندهم قدرات خاصه لازم يا جماعه، دي حاجه ما فيهاش نقاش، ما فيهاش يعني، لازم ان احنا نتبع الموضوع ده، ولازم ان احنا نهتم بالاطفال دي. فانا بخاطب المسؤولين يهتموا بالموضوع ده. طب بالنسبه لفاطمه، البطولات اللي انت خدتيها ايه؟ خدتي بطولات ايه؟ سباحه. سباحه خدت فيها ميداليات ايه؟ سباحه نعملها سباحه ورامي، عشان ورامي قرص سكينه، أمي تعملها تعمل اللي بيز والتايكوندو تايكوندو وكهنا أنا مبطك أنا هرابة كهندو إجابيها كابتن مين؟ كابتن. هنوصل للمدرب دلوقتي، أنا عايزك بس تشرحي لي الميداليات دي أكيد طبعا تخص التلات رياضيات أو تلات ألعاب صح؟ قولي لي كده، دي ايه بتاعت ايه وايه وايه الميداليات دي؟ دي فروسية رامي قرص كل تايكوندو كل يوم ودي رامي ودي تكريم لبطة عشان كانت شاطرة معانا امي عشان هاني. ما شاء الله، يعني ده هي متسحة، يعني اكتسحت اي رياضه بتخشها. طب ايه اللي معطلها توصل للعالميه يعني بره مصر؟ لا لسه هي طبعا ما لعبتش بره مصر لسه. لا لا لسه 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 السن بتاعها لسه صغيره شويه. طب بتحلمي تلعبي بره مصر؟ تلعبي بطولات كبيره يعني؟ اه ان شاء الله نبقى ايه؟ بطلة ايه؟ عشان عالم. بطلة عالم باذن الله ان شاء الله. طيب احساسك ايه لما بتطلعي فوق المنصه وتاخدي الميداليه؟ مش انت بتطلعي فوق المنصه كده، فوق عارفه المنصه اللي بتطلعي فيها وتاخدي ميداليه، بتبقى حاسه بايه؟ حاسه على كل شاطره عشان اكون تاريخ اتباحه هي اسمهم احبهم اتنام ونحبهم وكون نكون عمر ونحبهم كلنا يا اخواتي اما هما كاميرا ماما مايا وابوهم بدأت مي. طب بالنسبه للدراسه بتقدري توفقي بين الاثنين ازاي؟ يعني بتوفقي لها بين الدراسه والرياضه ازاي؟ الموضوع بيبقى صعب شويه على فكره. اه بس هي كده كده المدرسه عامه ميعادها الصبح، والتمرينات عامه بتاعتنا برضو بتبقى اخر النهار، حتى لو بيبقى في تمارين في ايام بتبقى ايام اجازات من المدارس يعني جمعه وسبت، مفيش تمارين بتبقى في ميعاد المدارس. وبالنسبه للوقت اللي هو كورونا دلوقتي حاليا، لا بتكلم على بالنسبه للقبل كده. اه ما هي مفيش تمارين بيبقى في ميعاد المدارس عامه يعني. اه معانا طبعا فيديو، معانا فيديو على الشاشه، ده كان في المعرض بتاع احتفاليه قادرون باختلاف، كنا مشتركين فيه لان فاطمه بتعمل برضو شغل يدوي، بتشتغل شغل يدوي اللي هو شغل الكروشيه وكده، وكان في المعرض في احتفاليه قادرون باختلاف وهي كانت موجودة ساعتها، والرئيس السيسي كان افتتح المعرض ومر فيه وكلم معاها ووريته ازاي حتى هي بتشتغل بالإبرة وحبرة الكروشيه. هي بتحب الرئيس السيسي جدا. أنا حبهم أقدر كلنا حب كلنا حبهم يا أخونا أنا حبهم. هي ليها كم أخ أو كم أخت؟ عندك كم أخ يا بطة؟ كم أخ؟ أسمائي محمد. أسمائي محمد. بيلعبوا رياضه برضو؟ بيلعبوا رياضه. انا حبون عبد سامر، انا حبهم قوي، انا ما نحبهم نادي انا هي انا فندو. اسماء ومحمد، اسماء ومحمد برضو بيلعبوا كاراتيه. اسماء هتاخد حزام اسود الحمد لله، هي عندها 14 سنه. هاخده اسود هاخده اخضر. اه بس هياخد الازرق بقى خلاص. للاسف الشديد للاسف الشديد الوقت الحلقه انتهى. اتشرفت بيك يا فاطمه، اتشرفت بيك يا مدام اسمت. الف شكر لحضرتك. ان شاء الله الى اللقاء الحلقه القادمه يوم السبت، يوم الاثنين الساعه 8 مساء.
دمتم في امان الله.